دقيقة حم. صباح الخير للناس الباهية، للناس اللي قلوبها صافية، للناس اللي صباحها يبتب تبسيمة، وصباح السعد للأبراج المائية كيف مولود اليوم من برج السرطان، ثاني يوم في أعياد ميلاده اللي نتمنيوله كان السعادة وبرشا خير. هو راهو شهر العائلة والعلاقات الاجتماعية للأبراج الفلكية، فترة حلوة وممتازة وإن شاء الله زينة. هو زيدا حاليا القمر مازال موجود في الحمل الناري، راك تعيش تغييرات تبدل حياتكم للأفضل، الطريق قدامك مليان بالحظ الكبير، والثور راك مطالب بالخدمة بكل صدق وأمانة. ميسال شراو اتعب اليوم وكل شيء هون وقت تلقى نتيجة اللي استنيتها من زمان. وكان على الجوزي راهو عايش الرومانسية وعنده موعد مع الحب الكبير. السرطان نهار اليوم يحكي على الفلوس، على الخدمة، على العلاقات المهنية والاجتماعات الناجحة، والتوقعات هذه يعيشها زيدا. الأسد بعد فترة مش ولا بد، راهو من اليوم تتغير الأحوال وتستقبل نهارك بطاقة إيجابية، وإن شاء الله يا ربي صباحك أحلى صباح. والعذراء تتبدل الأجواء الفلكية من يوم غدوة، والفيل الزينة يرافق كل خطوتكم، ونصيحة دقيقة حظ باش تكون للمي زين، ابعد عايشك على الانفعاليات وحاول تركز فيما أهم، وخاصة الناس السلبية، وقيت تودحهم وهكيك تكسب راحة بالك. العقرب يحالفوا الحظ عاطفيا وينجح في اتخاذ قرار يخص حياته الشخصية. وكان على برج القوس راهو يحقق انتصار مالي وينجح في اتخاذ قرار يخص سفرة مهنية. الجدي عنده انجازات مهمة في القريب العاجل، وهوني نحكيه على اخر جوان، راهو يوعدك بالسعادة الاستثنائية، والحظوظ الزينة هذه راهي ترافق الدلو، عنده فرص مالية، عنده الفلوس وأخبار حصرية. ونختمو مع الحوت، نهاير ممتاز، راك تفرح الأخبار وتبعد على الأجواء الضغطة والمشاكل اللي رافقت حياتك الشخصية، راهي تتغير الأحوال وتنجح، وإن شاء الله يا ربي تفرض رأي.